والكرة لا زالت في أرضية الملعب مستمرة. هنا بيريز، هنا الكرة العرضية، هنا الفرصة الخطيرة يا ستار. يبدأ الإمبراطور الحكاية عن طريق الموهوب علي صالح، الفنان علي صالح، الحل علي صالح. الوصل يتقدم بهدف أول، والله الله يا وصلاوي، ولعت زعبين ملعب المباراة بهكذا فرح، بهكذا سعادة. يأتي الوصل بالحال، واحد لا شيء عن طريق القميص رقم 7، هو الحل الدايم، هو اللي يرسم السعادة. ويأتي بالحل التهديفي علي صالح، يستغل هدية فابيو ديليما، تمريرته الجميلة، ويسجل، وبالتالي يتقدم الوصل بأول الأهداف. يتقدم الإمبراطور بأول الأهداف. هذه الضربة الركنية طبعا ذهبت بالجهة اليسرى، بيريز حصلها، الكولومبي الجديد يأتي بالعرضية، وصلت إلى فابيو، تابعها لمسة، هوبا هوبا هوبا، خلاص الأمور انتهت، الأمور انتهت. لمسة فابيو ديليما هدية لا ترد، لمسة فابيو ديليما بالفعل قدمها جميلة ليسجل من خلالها الوصل، وينثر السعادة في زعبيل، ويقول الإمبراطور أنا هنا، أنا هنا، أنا موجود، أنا حاضر.